الرموش بيعملوا لي مشكل، لانه جوزي كل ما يشوفهم واقعين بالشاور بفكر في شيء هيك له اجرين عمال يمشي وبيصرخ. ليش ميك اب فور ايفر؟ لانه يو كان تراست ذيم، لانهم كثير بروفيشنال. بحب كثير البراشز اللي عندهم اياهم، وبحب كل شيء تاعه، وبحب الالوان الحمراء. اول مره حطيت ميك اب كان عمري شي 14 سنه. بحب اللون الابيض كثير، خصوصا على الكاميرا بحسه هيك بيضوي. سر عني قد ما انا رايقه ولطيفه وهيك، اوقات بكون عندي هيك ردات فعل انفعاليه، يعني بفعط بسرعه اوقات. رمضان في هيك دفى وفي لمة العيلة، فبحس انه هالعيلة بتجتمع كلها سوا وكأنه عم بيتشاركوا محبتهم لبعضهم على الطاولة. من اسبوع كنت بمول، كنت بدي اغير الحمرة اللي بدي اطلع فيها على الهواء. البيوتي ادفايزر اللي بميك اب فور ايفر اعطتني حمرة واصرت عليها. انا وفيلي بعد ما حسبت قلت لها شو اسمك؟ قالت لي زينب. قلت لها يعني يا رح تكليها كومبليمان يا رح تكليها كلمتين من حديث البلد، ما تروحي هالحلقة بس. ثانك يو زينب. مساء الخير، معكم منى ابو حمزه. مستغربين ليش عم تشوفوني هون؟ انا معكم ليلى من قناه ميك اب فور ايفر ميدل ايست. هاي، معكم عصمة هاشم سيلبرتي ميك اب ارتست من البحرين مع ميك اب فور ايفر حلوة رمضان سيزون 2. اوكي، رح ننقي هيك الالوان اللي بترحلي. معصومة رح تساعدني لانه انا بالميك اب مني كثير شاطرة. اوكي منى، الحين رح نلعب لعبة حلوة اسمها تشوز اور دير. انا بين ايديك مأمنة على كل شيء. يلا. اوكي، سو يو هاف تو تشوز. اوكي؟ اوكي. بين احنا اتفقنا من قبل بس انه يعني التروث مني لحالي رح اخبركم اياها بدون جميلة. اي. فليتس جو للدير، شو رأيك؟ خلاص، يو دير. نجمع البرودكتس اللي حقنا اللي بعدين نتقاسمهم عقب التصوير. اليوم ساسو رح تدلليني، يعني ما في ولا توب كاميرا ولا ستريس ولا شيء. اليوم لعب، نختار وش البيس الفاونديشن. رح اختار من الترا اتش دي فاونديشن ستيك. اوكي. كونسيلر رح نختار بعد الالترا اتش دي كونسيلر. هاي يجنن منى، بحب الكونسيلر. انا عندي شويه تعب هون تحت العيون. اي، هو يعني يغطي التعب بس في نفس الوقت خفيف على السكن. يمكن رح نكس لونين، لون شوي وسط ولون فاتح. رح نستخدم سكن بوستر از برايمر. هذا بيعطي هيك يونغ قبل ما نبلش. اي، يعني از برايمر للسكن وبشد البشره. أوكي. بعدين رح نستخدم اللوز باودر سوبر مات. مات دائما احلى للكاميرا. ايوه. وعندنا هني الارتست فيس كلر. هدول للكونتورينج. البنانا هي جنن مع البيج. اوكي. وبنختار لون شوي اغمق من الكونتور. اوكي. انا عجبني هاي الباليت الجديد ستارلت. فيها الوان ترابيه، انا بحب الالوان الترابيه. أيه. وصاير يعني في التكستشر في مات وفي شمري، فاحسها هاي بفيدنا حق خلطه لوك اليوم. وبعدين اللاشز، الرموش بيعملوا لي مشكل لانه جوزي كل ما يشوفهم واقعين بالشاور بفكر في شيء هيك له اجرين عمال يمشي وبصرخ. انا راح اختار هاي الرموش لانه شويه بنسوي فوكس على الايز. اوكي. وبعدين في شيء اخترته بيكون اكسكلوزيف، يعني راح نستخدم حق الحلقه. خاي لالي. اي، شوف هاي الباليت، هاي الاندر بينتينج الكوركترز مع الفاونديشنز. اوكي، هاي اتس ايفريثينج. حاسه حالي بينتينج يوم دروينج. يعني بدك تقعدي تشتغلي اليوم مثل رسم. اليوم بنرسم. اوكي، هاي شيء سبيشال اخترناه. انا احب الحواجب تكون ناتشرال، فراح اختار هاي اللون. ممكن نخلطها مع لون ثاني على حسب. راح تزيدي لي الحواجب. اي، انا حابه شوي نسوي شوي اليوم لوك بوشي اي براوز. اوكي. اوكي. بتخيل لو اليوم ما بقى كانوا بياخذوا دافينشي وهيك، كانوا بياخذوكم انتم مشان يحطوا البيفور اند افتر بفيرساي مثلا او بايطاليا. صح. ميك اب ارتست. ايلاينر.
اوكي اوكي نجي حق الليبستيك. هيدا اهم شيء. شو اللون اللي تحبينها الليبستيك منى؟ صرت مغيره هالجمعه شيء 5 لانه بدي اطلع على الهوا نيود، بس اللي بيطلع نيود بالحقيقه على الكاميرا بس تفتح عم بيطلع كاني مني حاطه شيء وما ما عندي كونتورينج، ففي شيء بين نيود بس كمان ما يبين تم ابيض على الكاميرا. هو دائما لان الفلاشات الاضاءات تمتص من الالوان، فالواحد لازم في الرياليتي يغمق اللون عشان يطلع اللون اللي في باله في التصوير. صح. راح اختار ممكن 3 الوان بجرب بينهم. اوكي اوكي. هيدا فيرني مانيكير. هاي ليبستيك. ليبستيك شكله أيه. مثل المانيكير. حلو شكله. عن جد شكله مثل المانيكير. شو جاي يعمل هون؟ كثير مهضوم. بعد نختار الوان تقريبا نفس الشيء، ممكن نمكس بعد. انا بحب المات. اي هاي الليكويد ليب مات. مات. اتس سوبر مات وبضاين. صح. وهلا التندنسي بضاين. بضاين اي. يدوم ويدوم. يدوم. اعتقد شيء خلاص نكون خلصنا. حساه شوي. يلا ناخذ شيء بعد. انا نحن بالكاندي لاند تبعون الكبار. إيه. هلا حاسه صح حالي. صح اتهز. بعتقد في حدا عم بشوفنا. شيل. يلا يلا نشيل بعد. أوكي. يلا. ستيلرز. في معي شيء عبود. اذا خطرك اي شيء. اوكي فينا نرجع؟ اي وقت اي وقت. اتس اورز. يلا. يلا. منى جاهزة؟ يلا. انا ام فيري اكسايتد. تحكني. دائما بدك تبلشي؟ دائما اقول لاحلام اذا ايدي تحكني يعني السالفه فيها ابداع. هي يلا لكن هيدا فيل خير. بلشي. يلا. اوكي نبلش بالسكين. هنستخدم ميستم فيكس. اوكي هذا بيثبت. بيعطي ويك اب كول للسكين. بعدين نحط السكين بوستر. بتذكر ساسو وقتها. ايه امي مثلا كان كل الكونسبت بالميك اب عندهم هي الحمراء وشويه ماسكارا وقلم بنص العين. ايه اهم شيء الكحل. كحل ايه. والحين شوفي شو سبيشلايز صرنا. انا بنتي عمرها 5 سنوات. اذا عندها شيء حفله بيرث داي ولا شيء تقول لي ماما حطي لي كونتور. فرخ البطعه وين. وتعرف بعد يعني اسماء البرودكتس وكل شيء. الحين راح نستخدم الترا اتش دي الستيك. اوكي هيدا معمول خصوصا للهاي بيكسلز يعني لحتى بس الكاميرا تاخد أي. كل التفاصيل مع ال 4K كاميرا. فهاي رقمها Y335. طبعا قاعد استخدم برش نمبر 154. يعني من قبل بسندريلا تجيب الماجيك ستيك. اي بتعمل لها هيك. فهلا فينا نستعمل هيدي مثلا. اي مثلا هيدي الماجيك ستيك. الحين راح نستخدم هاي الباليت الجميل. شوفي احنا راح نستخدم بس حق تحت العيون عشان شوي انا عندي هون هيك داخلين لجوا. اي راح اخلط الاورنج. اوكي مع شويه بيتش. اوكي هاي البراش رقمها 228. اوكي نحط شيء بسيط بس. شلون كانت البداية يعني أول مرة طلعتي على الشاشة كان صعب؟ كان صعب لأن كان صار لي كثير، كان صار لي 15 سنة متخرجة وما اشتغلت ودرست شيء ما دخلوا بالتلفزيون يعني علوم سياسية. حلو. بس بعتقد أنت يعني بتنطبق على الكل بس تكوني بتحب الشغلة بتعطي فيها. صح 100%. صح ساسو؟ صح. هاي أحلام. هاي احنا نستغلها فرصة عشان نوجه تحية حق فاهد من استوديو ميك اب فور ايفر. لانه وي ار كوتينج. انا كمان ما تعرفت عليها بالحقيقة بس بحب اتعرف عليها عن قريب. الحين هنا ايش سويت؟ قاعدة افتح شوي شوي عشان اعطي بوست حق تحت العين. اوكي؟ راح ابلش تقريبا بالهايلايت وبعدين بالكونتور. الاماكن اللي حابة ابرزها راح افتحها. الحين ممكن شوية بدك اعلي لك اتحول لهير ستايلست. لحتى نقدر. سوري عم بنزل الشعر. عم بلبكك. هيدا دبوس منيحه بيه روعه. اوكي الحين عندنا هني هاي الجو لاين. نفتحها شوي علشان يبين جماله لان انت ما شاء الله يو هاف ات يعني. اوكي الحين راح نستخدم شوي لون دارك.
من اللي بيحبوا قلبك. هيدا اللي بحدد بقى. ايوه هلا بلشنا نقسم الفيس. اي حتى الجو لاين عشان يبين منحوت. اوكي رح اعلي لك الميل الثاني. أيوة. كمان بالمراحل. ايه عم بعطيك اياهم. يلا ذكرتيني ماليفيسنت. ايوه مش معقول كيف غيروا لها البون ستراكشر، كيف بينوا لها لانجلينا جولي هال. الحين نحاول قد ما نقدر ان نوزع بس بطريقه ان ما ينخلط كل شيء مع بعض. يعني ان اتس ذير بس مثل بس ما نشوف الحدود بشكل نشوف واضح. نشوف الحدود. ودي تشوفين الفرق قبل وبعد. خلاص في اخذ المرايه. اي شوفي كمان بعد البلند. في غير وجه، يعني صار في غير وجه هلا. الحين وصلنا لمرحلة ان نثبت كل شيء، فراح نستخدم سوبر مات لوز باودر. الحين قاعدين نستخدم برش 142. دائما نثبت اول شيء تحت العين علشان يعني اكثر منطقة ممكن يخطط فيها الكونسيلر، لانه دائما في حركة. ايوه انا عندي هيدا البراش بستعملها لا. اي 128 از اميزنج حق الوجه كله. نسوي شويه بيكنج عشان ينور مناطق معينه ينشف البشره. انا كثير بهمني ليش النظره للجمال بتتغير. اي الجمال قال دائما مرتبط بالوضع المادي، يعني دائما الناس بينظروا للطبقه الارستقراطيه انه هي الاجمل. اي او من زمان كانوا يحبوا البيض لانه البيض معناتها اللي ما بيشتغلوا بالارض. أي. واللي ما بيقعدوا بالشمس واللي هن بالشمس واللي هن بنات العيال اللي مرفهين. أي. اللي بتقعد ببيوتها. بعدين رجع صار انه لا السمر هن اللي بيقدروا يسافروا بيقعدوا على البوتس وبيعملوا تانينج. وبيعملوا تانينج لانه طريقه الحياه تغيرت. بطلنا مجتمع زراعي وصرنا مجتمع بيسافر وبيروح وبيجي. أي. فانه كثير غريب انه كيف نظره الانسان للجمال دخلها بالعنصر المادي. اي صح. يعني بنات المرفهين حتى البنات المرفهين هن اللي كانوا يبقوا عنا العرب اللي يبقوا بكناء مثل ما بيقولوا، تبقى مليانه. اي اي يعني ناصحه معناتها عم تاكل منيح، يعني راهيه، يعني بنت عز. بنت عز عمل تاكل منيح. هلا لا البنات المرفهين هن اللي فت واللي فيهم يروحوا على الجيم واللي عندهم دايتيشن بيتيز واللي بيعملوا تريننج شوفي ايه يعني صح مرتبط بالرفاهيه على بالرفاهية. فكره صح. الحين بنبلش بالعيون، فراح نعمل كونتور حق الايليد عشان نوضح الايليد. فراح استخدم باليت جليتسي هاي اللون اسمه موكا. اوكي وراح استخدم براش 242 اللي هو البني على لون البن اكثر، يعني اي مثل لون الموكا. مثل لون الموكا اكزاكت. وللعيون كل ما صغرنا البرش كل ما بتكون حق مناطق ادق. الحين راح نستخدم فرشه رقمها 214. لا شو هاي؟ هاي رفيعة راح أرسم فيها الكريس، فراح أستخدم نفس اللون الموكا وراح أخلطها مع شوية بلاك من باليت ستارلت حتى تكون أغمق. أسود الفحمي أسود غامق بس راح أحط منه شيء بسيط علشان أتدرج في دمج الآي شادو عشان يطلع عندي دمج وإلا بتطلع مثل لون الباقيين. أي انت شخصيا بتفضلي الليكويد اي لاينر ولا الاي لاينر؟ انا يعني عموما افضل الجل بس مرات يعني حق ميك اب يومي سريع الليكويد اي لاينر بيكون سهل. الحين بدي نضلل تحت العيون. قاعدين نستخدم موكا واللون الاسود.
احلى الوان هيدي. ايه هاي الجل ايلاينر. حاليا قاعده استخدم هاي الشيت على موف شوي على مساين. استخدمنا لاش سي 704 يعطي وقت شوي يجف ينشف. نص نشف اقل من نص بعد ربع ربع. بسوي طريقة شوي تعطي لمعة في العيون. اوكي راح استخدم ستارليت باودر رقم 03. اوكي اوكي راح اخذ فرشة تكون صغيرة تايني هاي رقمها 204. عندي هيدي كمان رش عليها. بعدين ناخذ ونحط في الكورنر شوي. اثنين توتوريال بلش اشتغل انت بتفهم الكونسبت ما شاء الله يعني بس ما بعرف طبق سريعة البديهة بس ما بعرف طبق. من الحين راح نستخدم حق الحواجب اكوا براو راح اخلط لونين مع بعض رقم 30 ورقم 15 وراح استخدم براش 274 لونهم طلع بيرفكت على لون حواجب منى. خلطت اسود وبني بني غامق وواحد شوي اشقر. اها منى قد مره سويتي موضه في الحواجب غريبه يعني او اللي هاي اللي فتره درجه والحواجب اللي كانهم تشاينيز رفعت من شيء 15 سنه هذيك اليوم لقيت الصوره ونزلتها على الانستغرام بدك تشوفيها اي بليز بالجاليري موجود هذا الميك اب تبعولي اي هاي واو ما بعرف اذا مبينه على الكاميرا بس شعر دارفه شعرك كان مشدود صح هاي يعني من وقتها كنت اعمل بعدين وقفت بس حلوين بس انه سوبر رفاع ها كثير شفتي بس كذي احلى اكيد احلى انا عاجبيني حواجبك منى ان يعني الشعر طويل من عندك قابل ان يصير هيك مثل بوشي اي براوز مثل مودرن. الحين راح نستخدم الستارليت باودر راح نحطها بس في نص الجفن في النص شوي. هذا شو بيعمل هون؟ يعطي سبوت لايت في النص في نص العين فيعطي ابعاد دواي. ابعاد اكثر. نحط شوية ماسكارا اكسسيف لاش. الحين راح نستخدم برونزر رقم 15. اوكي اوكي راح استخدم البلاينر براون نعم اسمه فيرساتيل تشيسنوت. انتوا عارفين هاي شنو؟ هاي ليبستيك هاي نيو ليبستيك اسمها ارتست روج انك اتس لونج وير مات ومات. الحين اخر ستيب راح نستخدم بلاش ارتست فيس كولر رقمه اس 310 اوكي؟ سمايل بس نحط على ال الخدود خدود ايه وكان الابتسامة كأن يعني you're blushing naturally وخلص خلصنا صار فيني اطلع خلاص ان شاء الله يكون على ذوقك. سلم ايديك معصومة حبيبتي انه رح اقول لك الصراحة مش الميك اب اللي انا معودة عليه that's why you there that's why we there والا ما كان الكونسبت موجود اي فيك تفردي شعرك اي افرد شعري اي يعني معصومة اليوم عملت انت اللي ما بحياته صار عملتي لي رينو كينج
وميرسي لميك اب فور ايفر على هالاكسبيرينس الحلوه. وبعد ما خلصنا لانه في حزوره بما انه نحن برمضان. هن اثنين ومتشابهين قاعدين حد بعض ومتفقين، شعره وشعره مرسومين وعلى المسطره مسنترين، ارفاع عراض ما بتفرق، المهم يكونوا متناسقين. شو هن؟ اذا عرفتوا الجواب 5 منكم رح يربحوا هاي الهديه. اكتبوا الجواب بالكومنت تحت الفيديو واعملوا سبسكرايب على ميك اب فور ايفر ميدل ايست على اليوتيوب. ولتعرفوا اسامي الفائزين فولو ميك اب فور ايفر ام اي اي على الانستغرام. ورمضان كريم.